وبمناسبة بقى احنا بنتكلم عن المغرب ويعني دور الستاشر، خلونا نتكلم اكتر ونرحب هاتفيا بالاستاذة سعاد محمد الصحفية المغربية، وهي مقيمة في مصر بالمناسبة. يا استاذة سعاد بونجور، صباح الفل. بونجور، صباح الخير. زي حضرتك يا استاذة هواند، وصباح الخير استاذ كريم. اهلا صباح الخير بيكي، على ويعني سعداء بجد كلنا بالتألق اللي المغرب واصله له. عارفه كده زي ما تقولي المغرب ممثله الوطن العربي كله حاليا، واحنا سعداء وبنتمنى باذن الله ان هي توصل كمان للتأهل والنهائيات يا رب باذن الله. خلينا بس نبدا كده، بما ان حضرتك استاذه سعاد مقيمه في مصر، خلينا نروح لاجواء الاحتفال والتأهل لدور ال 16، وازاي احتفلت الناس هنا، شفتي ده ازاي، قريتيه ازاي، بدايه قبل ما نروح بقى للمباراه الحاسمه بين المغرب طبعا واسبانيا. اتفضلي. هو عموما احنا دايما كل ماتشات، مثلا ماتش يكون سواء مغربي مع اي بلد ثانيه، او يعني ماتش سواء مثلا منتخب، او يعني مثلا ماتش مثلا بين مصر والمغرب، دايما بنتجمع. يعني احنا كمغاربه ومصريين بنتجمع دايما، يعني بنشجع بعض، سواء مصر سواء المغرب بنشجع بعض. المره دي بقى كان التشجيع يعني بيخص المغرب بس، مغاربه ومصريين صحيح. ودول تانيه على فكره عربيه، يعني كلنا الكافيهات والمطاعم كلها كانوا المغاربه متجمعين هناك، وكل كان بيشجع المغرب، كل سواء مصري مغربي، كل يعني اي كل البلدان العربيه كلها كانت بتشجع المغرب. كانت صراحه فرحه حلوه قوي ان احنا كلنا بنشجع بلد عربي، طبعا مش اسم لازم يكون مغرب، لا بس بلد عربي. طبعا. وكانت حاجه يعني كان حلم ان احنا نصعد، ده انا بالنسبه لي كان حلم. انا قلت لهم خلاص كفايه علينا كده، يعني خلاص ما نحلمش اكتر من لا كده. يا استاذه سعاد، لا مش كفايه، لا لسه مش بدري، كفايه، لا لسه بدري يا فندم. انتوا رفعتوا سقف توقعاتنا، وعايز اقول لك انت طبعا بطبيعه الحال عارفه حجم المحبه المتبادله بين مصر والمغرب وبين اكيد الشعبين، اكيد فانت اكيد. اكيد واصل لك دعوات كل المصريين، وعلى فكره انتوا فعلا قادرين على تحقيق هذا الهدف. وبالمناسبه كتير جدا من الناس كمان وقفوا عند يعني المدير الفني المحترم، يعني حاجه عظيمه جدا. ما هو حضرتك، هو في انا بالنسبه لي لازم لما يكون لما عشان يكون عندك منتخب او لاعبين يعني محترفين او كويسين او بيلعبوا حلو، لازم تكون اول حاجه انا بالنسبه لي حب الوطن، حب طبعا. الوطن طبعا. زائد لاعبين محترفين، ده مهم جدا في اي فريق في اي بلد في العالم، وكمان مدير فني ممتاز، وكمان لو مثلا من نفس البلد اللي هو مثلا زي ما احنا عندنا مغرب الركراكي، وكمان الجمهور المغربي. دي حاجات كلها بتدينا يعني حاجه حلوه. الركراكي هو على فكره كان يعني كان عاهد ان هو يعني كان يقول ان احنا ان شاء الله لما مسك المنتخب المغربي، وكمان كان له دور كبير ان هو اختار اسماء نجوم لاعبين كبار في العالم، يعني اسماء ثقيله جدا، وكمان كان من ضمنها حكيم زياش اللي هو كان مستبعد ايوه من قبليه المدير الفني السابق، كان وحيد خليلو بيتي يوفيتش اللي هو كان مستبعده، وكان برضه مستبعد حمد الله ونجوم كتير احنا ما نعرفش هو كان مستبعدهم ليه، بس الحمد لله اللي احنا جبنا اللي هو الركراكي، راح جاي بيختار اللاعبين المحترفين، والنتيجه الحمد لله انتم شفتوها اللي هو كان في حب ما بين اللاعبين، والحمد لله ده نتيجه الحمد لله حلوه ومشرفه. رائع جدا. طيب خلينا بقى نروح مع حضرتك كده وتوقعاتك للمباراه القادمه، وبصراحه هل المنتخب المغربي قادر على تخطي هنا عقبه المنتخب الاسباني؟ خلينا نعرف منك برضو استاذ سعاد. هو حضرتك احنا كنا فزنا اسبانيا 2-1 في مونديال روسيا، يعني مش هنفوز، بس ان شاء الله يعني يا ريت، احنا في امل بنتمنى كبير. ان شاء الله بنتمنى ان احنا ان شاء الله نفوزهم، يعني ليه لا؟ ليه احنا طبعا. دايما عندنا العقده بتاعت لا دي البلد بلجيكا، الارجنتين، يا رب الارجنتين، اسبانيا، صح. ليه دايما احنا بنقول لا لا دي فرقه ثقيله، مع العلم ان كاس العالم سبحان الله ان هو المره دي طلعت منه مفاجآت كتيرة جدا، صحيح. يعني في فرق كنا بنقول لا خلاص بص ده لاعب مع الفريق ده خلاص باين ان هم هيكسبوا، زي ما حصل مع السعودية، صحيح صحيح، السعودية والأرجنتين، صحيح طبعا. يعني أنا صراحة أول ما بدأ الماتش قلت لا، ده الفريق السعودية اللي بيلعب،
لا مش ممكن يعني. حلو، كان في حب الوطن عندهم، كان بيموتوا نفسهم في طبعا. في طبعا. في اللعب. طبعا. والله انا بالنسبه لي يعني يا ريت يا ريت احنا دايما ما نقولش لا الفرق الاجنبيه دي، خلينا شويه ندي فرصه لنا احنا كعرب. صح. ليه ما نساعدش باي دايما؟ ليه ما تكونش مثلا مصر المره الجايه هي اللي تاخد كاس العالم؟ ليه مع محمد صلاح ولاعبين كتير عندنا في مصر؟ ليه ما تكونش مهم بلد عربي؟ ما نقولش ما نتخوفش وننزل ونقول لا 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 ده فريق فيه كريستيانو، ده فيه ميسي. ليه؟ احنا عندنا نجوم وعندنا لاعبين وعندنا طاقات ما شاء الله حلوه جدا. صح، انا بتفق معاكي. اعتقد انا وكريم وكل حد بيسمعنا دلوقتي، لان فكره ان انت تقعد تقلل من نفسك، لا انا نوت جود انف، لا انا اصلا انا هلعب مع مين، اصل هم يتفوقوا، لا الكلام ده كله هيخليك محلك سر. لازم الواحد يبقى طموح، وزي ما حضرتك قلتي احنا ايه اللي بينقصنا؟ يعني عندنا الكوادر وعندنا التالنت وعندنا المال وعندنا المديرين الفنيين وعندنا الدعم الجماهيري العربي اللي مش موجود عند اي دوله ثانيه. ده انت بتتكلم في عرب، ده لو دوله عربيه لعبت هتشوف عندهم كم مليون، يعني حاجه مش حاجة موجوده كبيرة. وحاجه كبيره قوي. طبعا ليه احنا ما نكونش؟ طب حتى لو عندنا مثلا مشكله مثلا في اللاعبين، مثلا ما فيش يعني مش عارفين مش فاهمين حاجات، نخليهم يروحوا يحترفوا بره، سواء في مصر سواء اي بلد. حتى السعوديه نفس القصه، انا بقول ان السعوديه كمان ناقصها ان هي تخلي اللاعبين بتوعها يعني يحترفوا بره. مش هو ممكن اكيد اكيد هنشوف تغييرات كتيره في العالم العربي كله الفتره الجايه بعد اللي شفناه من اداء المنتخبات العربيه. احنا طبعا بنتمنى لكم كل النجاح يا رب ان شاء الله، وقادرين على تكرار الفوز على اسبانيا مره ثانيه ان شاء الله. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق، ومليون مبروك يا فندم. الله يخليك. مليون مبروك. شكرا لحضرتك، حاجه جميله.